في بلد الحاجة سعدية، ونقول لكم بعد كده كمان الناس المصريين في السعودية عملوا ايه. الجميع تكاتف وتضامن، قضية الحاج سعدية تستحق انها تكون قصة نحتذي بها، نتعلم منها ونستفيد ونشوف الجوانب الإيجابية اللي حصلت فيها. رحنا البلد وقلنا نسجل مع الناس ونشوف ايه انطباعاتهم. حالة من السعادة والفرحة سيطرت على أهالي قرية درين التابعة لمركز نبرو محافظة الدقهلية بعد إعلان براءة الحاجة سعدية في قضية المخدرات الشهيرة، فانطلقت الزغاريد من داخل المنازل والشوارع. بشكر العالم كله على وقوفهم جنب والدتي، أنا بصراحة يعني وقفوا الناس ما بتتعرفش إلا وقت الشدة. صحيح انا ما كنتش مصدقه من الفرحه والله، الاستاذ وائل اول واحد اتصل علينا وطمنا صدقنا بالخبر عشان كلامه موثوق منه، وبصراحه يعني مش عارفه ما بقتش قادره استوعب ان امي طلعت كده. الحمد لله كان الامل والله ما يقص منه، كل يوم يقولوا بكره بكره لما بقينا خلاص، بس الحمد لله الحمد لله ربنا ازاح الهم من عننا خلاص الحمد لله. وهي كلمتني والله بتشكر. الحاجه سعديه بقى كلمتك من هناك؟ ايوه كلمتني ولسه قافله معايا من شويه، قالت لك بتقولي والله يعني بدعي للناس كلها، كل مسلم ومسيحي ودعالي والناس كلها اللي وقفوا جنبي ربنا يخليهم ويجازيهم كل خير، والسفاره المصريه على وقوفها جنبها برضو. هي في راحت تعملت عمره امبارح في مكه وهي مستضافينها في السفاره المصريه. الف 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 مبروك. الله يبارك فيك، ده احنا فرحانين قوي 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 اللي اختي طلعت بالسلام، كان قلبنا والع نار وحياه النبي ما اتطفى الا امبارح. وبنشكر اللي بتوع السعوديه وبتوع مصر، بنشكرهم الف 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 شكر، والحمد لله والحمد لله اللي شفناه امبارح على النت وكلمناها، والحمد لله بقت يعني حلوه. هي كانت في حاله كانت فاقده الامل خالص، رغم ان احنا كنا بنطمنها ونقول لها الناس كلها واقفه جنبك يا ماما، يمكن القريب قبل الغريب في السعوديه والقنصليه المصريه الناس كلها كانوا واقفين معاها، بس هي كانت فاقده الامل بصراحه. بس دلوقتي يعني زي اللي اتولدت من جديد واحنا اتولدنا معاها من جديد والله. وبعدين اهل القريه بصراحه يعني وقفوا معانا وانا بشكرهم كلهم بصراحه. انت كنت تشوفي الشارع عندنا امبارح، الاطفال قبل الشباب قبل الكبار، فرحه ما فيش بعد كده بصراحه. وكمان نعيط من الفرحه واللي زرغت واللي عيط، مش مصدقين نفسنا. والشكر والفضل كله لقناه دريم، هي القناه الوحيده الاولى اللي وقفت معانا وفجرت القضيه دي، ولولا الاستاذ وائل يعني ما كناش نعلم. القناه دي وقفت معانا وربنا يخليك للغلبه يا استاذ وائل، يا رب ربنا يخليك للغلبه اللي في الدنيا كلها. بقولها يا امي وحشتينا والحمد لله عشان خاطر الناس بتحبك وربنا بيحبك، سخر لك ولاد الحلال كلهم وقفوا جنبك وطلعتي بدعوات، الدنيا بحالها كانت الدنيا بحالها والدول كلها بتدعي لها، وبنشكر كل اللي وقف جنبها وساعدها وظهر براءتها. وحشتني يا مساعدي. وحشتني يا مساعدي، تجيلنا بألف سلامة وتنورلنا الدنيا. احنا وصيتين لسه السعادية طلعت لنا بالسلامة. يا أمي يا حبيبتي تجيلي بالسلامة وتنوري بيتك وجيرانك وحبايبك وكلهم. ربنا يخليها لنا يا رب. كلنا مبسوطين، وكان الشارع كنت تاجوا امبارح تشترش الملح ما تنزلش، كل الناس مبسوطه ان هي تقعد بالسلامه، وساعه ما شفناها على النت كده كلنا كنا مبسوطين. اقول لها الف الف مبروك يا حاجه سعديه وربنا يجيبك بالسلامه لنا يا رب. طبعا بقول الحمد لله على سلامه الحاجه سعديه والحمد لله، والف الف مبروك لنا ولاهل القريه كلهم جميعا، وبنشكر كل من وقف جنب الحاجه سعديه، وطبعا كانت فرحه كبيره قوي قوي. والف الف مبروك والحمد لله طلعت بالسلامه. الف 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 مبروك لام سعديه وتجينا بالف الف سلامه. فرحة المظلوم مفيش زيها،
لأنها بتكون نابعة من آلام. شوفوا الناس دي خلال الأربعين يوما الماضية عاشوا حالة من الألم. تخيل أنت قاعد كده إلحق أمك مسكوها بمخدرات يعني، وأنت واثق يقينا أن والدتك دي وأن أمك يعني هي منبع خير وصدق وطهارة يعني. مين ممكن يتحمل ألاما بالشكل ده ويعيش إزاي يعني؟ الناس دي والله ماتوا ببطء كل يوم، عشان كده شايفين فرحة المظلوم ما أبدعها وما أجملها يعني، لأنها نابعة من آلام شديدة ومن إحساس بالحزن والخطر، فلما ينقلب إلى فرحة وانتصار بهذا الشكل يعني ما أحلاها من فرحة يعني. إحنا تبنينا هذه القضية منذ بدايتها لأنها بمثابة نموذج لكيفية التضامن مع المظلوم، بشرط انك تتأكد انه مظلوم يعني. للحس الانساني كان ممكن انه يكون يغزلك في هذه القضية، حسك بس مش ممكن يغزلك ابدا في انك ما تتوقعش ابدا ان الحاجة سعدية ما تكونش مظلومة يعني، ولا الادلة والمعلومات اللي قدامك يعني. وصدفة كمان المكالمة اللي تم تسجيلها للسمسار الشيطان اللي اداها الشنطة وهو بيفاوضهم، وايه يعني الشنطة ما فيش فيها حاجة تطمنه. فالحقيقة القضية دي قضية نموذجية في كيفية الوقوف مع المظلوم والتصدي للشياطين ومن كل الأوجه، سواء المصريين هنا أو في السعودية، سواء السفارة المصرية، القنصلية المصرية في جدة، أو مؤسسات الدولة المختلفة يعني، أو السلطات السعودية بكل مؤسساتها، تعاملوا مع هذه السيدة على إن الست مظلومة، بس إحنا بنطبق القانون، لكن هنحاول إن إحنا نتوازن بين تطبيق القانون وبين ان احنا نعملها معاملة انسانية تليق بكونها مظلومة الى ان تنتهي الخطوات والاجراءات القانونية.